السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كما وعدتكم بانني نشارك معكم خياط القب ديال هاد الجلابه. يعني انا وريتكم دابا القب، ها هو مخيط في هاد الجلابه. ها نتوما القب مدوبل وكاين الطبطين ديال الامام حتى هو، وان شاء الله هاد الصيفات غادي يكونوا في الامام هنايا للتزيين. دابا غادي نوريكم القب اللي غادي ندير معكم دابا اللي غنشارك. ها نتوما كما كتشوفوا البنات، انا ركبت الطبطين ديال الامام، هو هذا هو. وقلت لكم كنركب الطبطين الامام كنديروا الوجه على الوجه وعاود كنقلبوا، يعني هاد الجهه ما كنخيطوهاش في المرحله الاولى، حتى المرحله التاليه كنثبتوها على اساس ان القب هو اللي غادي يغطيها، يعني القب غادي يكون مدوبل. دابا غنجيب القب، هو هذا. شوفوا حنا عندنا القب عادي هنايا، ها قب وها قب، خيطتهم من هنا من الطول ديالهم، من الطول ماشي من العرض، من الطول بحال هكا. هذا هو القب انا خيطته. دابا اشنو غادي ندير؟ غنمشي غادي نخيطه بحال هكا. شوف ها قب وها قب، غادي نخيطه هكا على الكفه ديالهم ماشي على الوجه، يعني هاد الخياطه من هنا والخياطه من هنا، وغادي نرجع لكم باش نشوفوا التتمه. ها انتم البنات كما كتشوفوا انا خيطته من هنا ومن هنا، وغنعاود نشدو من هاد الجهه من القناه، من القناه غادي نشدو بحال هكا بالخياطه حتى لهنا، واحد 6 سنتيمتر او 8 سنتيمتر. ها انتم البنات دابا شديتو بالخياطه من القنت. دابا انا غنحل القب ديالي بحال هكا، هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القب ديالي، ها هو مدوبل. وبالنسبه للخياطه اللي كانت في الوسط، هانتوما بالنسبه للخياطه اللي كانت في الوسط، هانتوما كتشدها ما كتبقاش تحل الخياطه، القب الاول القب الثاني. دابا ها هو القب عندي كامل، دابا غنمشي نزديه مع الجلابه. انتبهوا معايا مزيان لهاد المساله ديال الجلابه. كما كتشوفوا هذا هو الوسط ديالو، غادي نعلمو الوسط ديال الطول ديالنا. وهذا وكنشدو الوسط هنايا على هنا بحال هكا بهذه الطريقه. وهذا بحال هكا، حتى هاد الجهه الثانيه حتى هي بحال هكا. داكشي علاش قلت لكم هاد الطبطين ماشي مشكل الا خليتوه بحال هكا، الا بقى ليا القب كبير مزيان، غير ما يبقاش ليا العنق اللي كبير. القب الا كان كبير غادي نعاود ندخله هنايا وغادي يمشي بحال هكا. دابا غادي نخيطو بحال هكا، وعاد من بعد المساله الثانيه غنبدا حتى هو من الوسط بحال هكا. من بعد ما نخيط الخياطه الاولى غادي نبدا الخياطه الثانيه بحال هكا، غادي تمشي حتى الاخر. من بعد هاد الجناب اللي غادي يبقاو ليا هنا غادي نوريكم كيفاش ندفنهم. ها انتم البنات كما كتشوفوا القب هو هذا، ياك انا خيطت الاول، ها هو تخيط ياك، مع الثاني بديت فيه باش نوريكم انا بديت فيه، يعني كنكملوا بهذه الطريقه، كنتني واحد السنتيم وكنمشي مع الخياطه بحال هاد. ها انتم نفس الخياطه كنمشي معها مع القب ديالي، كنمشي حتى الاخر. مني كنوصل هاد الجهه اللي هذا الشيط فيه كنقصو بالمقص بهذه الطريقه عادي، كنقصو اللهم يكون طويل ونقصو ولا يكون صغير. انا نقصناه بحال هكا، كندخل كندير هذه بحال هكا، كنثنيها وكنثنيها بحال هكا، وكنجي للاخرى حتى هي بنفس الطريقه كنثنيها بحال هكا ياك،
وهذا الشيء اللي خارج عندنا كندخله كنبقى ندخل فيه حتى كيتقاد ليا القب هكا. هانتوما بحال هكا كنكمل الخياطه وكندور الخياطه على القب كامل، ونفس الطريقه اللي درت هنا كنديرها في هذه الجهه الاخرى. هانتوما كما كتشوفوا القب ديالنا هو هذا، ها هو ركبناه كما قلت لكم. هانتوما الخياطه دفنات كل شيء هنايا، الخياطه وعاودنا الخياطه على القباب بجوج. دابا بقى لينا غير الفينيسيون صافي، ونركبوا السطيفات وان شاء الله غادي نوريهم لكم بجوجهم في جليلبات في فيديو اخر صغير. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، والى فيديو اخر ان شاء الله.